اها طيب أنا أتكلم وأمثل حركة بكاملها، طيب أمثل مؤسسة اها تسمى مجلس الشورى، اها وقد أقر مجلس شورانا الموقر هذا الاتجاه في إعطاء الكلمة للشعب الجزائري رغم المأساة، اها ورغم اعتقادنا في الحركة من أن الانتخاب بمفرده اها لا يمكن أن يحل المشكلة، اها لكن يساهم في إيجاد حلول أخرى عن طريق إيجاد طب مؤسسات الدولة. سيد بن خادم قال أن كان هناك الكثير من الانتخابات، ماذا حققت هذه الانتخابات؟ حققت الانتخابات بالدرجة الأولى وجود مؤسسة شرعية تسمى رئيس الجمهورية. ولكن هذه المؤسسة فشلت فشلا ذريعا في حل المشاكل الحقيقية التي تواجه البلد. قولكم إنها فشلت فشلا ذريعا قول لا مستند له من ناحيتين، الناحية الأولى هو أن التحسن في الوضع الأمني أصبح باديا للعيان رغم شدته كيف باديا وحدته. للعيان وكل هذه أنا المذابح؟ آتيك الجزائر، مدينة الجزائر تعتبر يعني حصن كبير أو قلعة محصنة إلى ما أنا هنالك. أعرفها جيدا، الأمن يعني رجال الأمن منتشرون والمدينة في التي ومدينة أسكنها مع ذبح كل اليوم ذلك فيها، اليوم بالذات 30 شخصا، 30 شخصا. 33 شخصا ذبحوا، فكيف تقول لي أن الأمن بادي يعني؟ لأن الأمن في 92 93 94 كان منتشرا وغير متحكم فيه، الآن أصبح معروفة أماكنه هنا وهناك. يبقى ما هو دور المؤسسات الأمنية في تطويق هذه الأزمة؟ هنا يأتي التردد أو يأتي الضعف أو تأتي طيب الهشاشة. شيخ، نحن لنشرك المشاهدين معنا من لندن السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، تفضل. شكرا سيد فيصل القاسم على إتاحة هذه الفرصة لنا لإبداء رأينا في قضية تخص وطننا العزيز مأساة الجزائر. في الواقع نستغرب الدعوة أو القول أن الوضع أصبح، أن النظام، أن الحكومة أصبحت تسيطر على الوضع الأمني. ما أقول تسيطر، فما تطرق إليه وسائل لم الإعلام وهو تسيطر، قليل قليل جدا، بل هي عاجزة. يكاد يكون يوميا بالعشرات القتلى، صحيح، مع العلم أن ما لا يذكر هو أكثر بكثير. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى قضية أن الانتخابات هي الحل، هذه النظرية فشلت فشل ذريع، وتأكد أن الكلام هذا في الواقع هو فقط لإيجاد مبررات لسلطة غير شرعية، لسلطة انقلابية قامت بالانقلاب على إرادة الشعب وألغت انتخابات حرة تعددية. أول انتخابات تعددية حرة يشهدها الجزائريون كانت الانتخابات التشريعية، ألغاها الجنرالات لأنها لم توافق هواهم. كيف يمكن للشعب الجزائري أن يثق مرة ثانية في من ألغى انتخابات فازت فيها قوة رئيسية معلومة؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الإرهاب الذي يمارسه النظام ضد الشعب الجزائري تعدى كل الحدود، فكونه لم يلغي فقط انتخابات، عطل دستور 89 وكان واحد من أفضل دساتير بشهادة القانونيين في العالم الثالث، ثم ألغى حل البرلمان الذي يرأسه السيد بن خادم آنذاك، حله بدون أدنى اعتبار للإرادة الشعبية. أقال رئيس دولة كان منتخبا شعبيا هو الشاذلي بن جديد، ألغى، قام بسجن وقتل العشرات من الآلاف ولا يزال طيب. هناك 45 ألف سجين طيب. في السجون الجزائرية. يعني يتعجب الجزائريون من قول كهذا. طيب. الانتخابات، أي انتخابات يريدون؟ طيب. انتخابات لتمرير مشاريع، لتبرير عنف، لتبرير، يعني لم يعد هناك. ثم فوق كل هذا يقال لنا أن هي مؤامرة من الخارج طيب. تحركها أيدي جزائرية. سمعت كلام السيد زيتوت من لندن أيضا. والله هو يتكلم من لندن ونحن نتكلم من الجزائر حتى تكون الصورة واضحة، وفيما يقوله وهو في مأمن ويأكل ويشرب كما يريد غير الذي يتكلم، والنيران تلتهب من حواليه، والشعب الجزائري يرغب في أن يعبر عن برنامج وعن رجال جدد يمكن أن يساهموا في إطفاء هذه النيران الملتهبة ذات اليمين وذات الشمال. لكن نرجو أن يكون الإنصاف قائما، نحن لا نريد أن نساهم في تعكير الأجواء بقدر ما نعمل على تطويق الأزمة. الرجاء من أشقائنا العرب ومن رجال الإعلام أن لا يساهموا في مزيد من صب الزيت على النار. بلادي تعيش نارا وتتفجر بركانا وتتزلزل الأرض تحت أقدام المواطنين. أريد منك ومن رجال الإعلام أن يساهموا بكلمة طيبة نتخفف
من آلامنا. طيب لنأخذ السيد محمد العربي زيتوت من لندن. والله عجبا يعني شيخ، نحن يريد حتى أن يرهب الصحفي يعني، وكأن الأمر كل من يقول كلمة يعيش في لندن يا أخي ويأكل الموز والكيوي ويلوح بالسلاح يزيد يصب الناس قالوا سلاما في الجزائر واتهموا بالخونة، والصحفي يقول له ما هو حقيقة من أن هذه أغلب هذه الجماعات المحترقة من قبل المخابرات. وأنا أقول هذا، أنا أعرف هذا، أنا كنت دبلوماسي سابق وأعرف هذا الأمر جيدا. أنت تدافع على الجنرالات، انتقلت من داعية إسلامي إلى عميل للجنرالات. عفوا هذا أمر لم يعد يطاق، النفاق بلغ حدود لم تعد ممكنة. الناس تقتل وتذبح، أنتم تشاركون في هذه المجزرة، أنتم تشاركون في هذه المذبحة، أنتم مسؤولون أمام الناس وأمام الله وأمام المجتمع عما يحدث. تطالبون كل ما يتكلم، أنتم على أساس يقول أن ما يحدث هو عملية من الخارج، هو هذه أجنبية، بالرغم أن هناك 650,000 ما بين ميليشيات وجيش ودرك وشرطة تحمل السلاح وتقاتل في الشعب الجزائري. أنتم تبررون لهم، قمتم بما لم تستطع أن تقوم به الدبلوماسية الجزائرية من تبرير كل أعمال النظام الوسخة والقذرة. قمتم بأسوأ طيب. ما يمكن أن يتصوره إنسان عاقل طيب. يعني بلغ الإرهاب حدودا لم طيب. تعد أنتم عفوا أنتم طيب. بوقا فقط للنظام.